معالي الأخ محمد علي الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق رئيس المجلس الوزاري، أصحاب المعالي والوزراء، الإخوة رؤساء الوفود، في البداية اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على اختياره وزيرا لخارجية المملكة العربية السعودية، وأتمنى له كل التوفيق والسداد في مهمته التي هو أهل لها بكل تأكيد، وأرحب به عضوا جديدا في مجلس وزراء الخارجية العرب. اجتماعنا الطارئ اليوم باعثه الإعلان غير القانوني والمرفوض شكلا وموضوعا الذي أعلنه وزير خارجية الولايات المتحدة قبل أيام، والذي أشار خلاله إلى أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي. إننا نعتبر هذا الإعلان تطورا بالغ السلبية وتحولا مؤسفا في الموقف الأمريكي. نشك في أن الإدارة الحالية تقدر تبعاته وأثاره على المدى الطويل حق قدرها. لا نقول هذا الكلام لأن الإعلان يغير شيئا من وضعية المستوطنات بوصفها كيانات غير شرعية ولا قانونية، فالقانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها. والاحتلال الإسرائيلي يظل احتلالا مدانا من العالم أجمع، والاستيطان يظل استيطانا باطلا من الناحية القانونية وعارا على من يمارسه أو يقر به من الزاوية الأخلاقية. وما يثير الانزعاج حقا في شأن هذا الإعلان هو تأثيره السلبي على أي أفق لتحقيق السلام في المستقبل. إن الإقرار بشرعية الاستيطان يعني ضمنيا إقرارا بواقع الاحتلال، فعلى أي شيء يتفاوض الفلسطينيون مع الإسرائيليين إذن إن لم يكن هذا الاحتلال موجودا وأن هناك أرضا محتلة أو مستوطنون غاصبين للأرض؟ لقد جاءت الإدارة الأمريكية بوعود كبيرة بتحقيق صفقة كبرى تنهي الصراع وتجعل حلم السلام واقعا، وما رأينا منها إلا تماهيا كاملا مع رغبات وتصورات اليمين الإسرائيلي في نسخته اللوكودية المتطرفة. ويبدو أن ما نجحت فيه هذه الإدارة حقا بعد 3 سنوات من المواقف الأحادية والضغوط الهائلة على الطرف الواقع تحت الاحتلال أي الفلسطينيين هو إنهاء دور الولايات المتحدة كوسيط أو مرجع في أي عملية سلمية، وهو أمر يحدث للمرة الأولى منذ 4 عقود لعبت خلالها إدارات أمريكية متعاقبة هذا الدور، دور الوسيط، بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل. والحق أن تبعات الإعلان الأمريكي تتجاوز حتى الدور الأمريكي في الشرق الأوسط أو في عملية السلام، ذلك أن الاستخفاف بمبدأ مستقر نص عليه القانون الإنساني الدولي وبالذات في اتفاقية جنيف 4، والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال. نقول أن الاستخفاف بهذا المبدأ المستقر يضرب ما تبقى للولايات المتحدة من شرعية إخلاقية في هذا الملف، بل يخصم من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون الدولي وأن تعمل على تنفيذه. إننا ندين بأشد العبارات هذا الإعلان المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بفكرة القانون الدولي ذاتها، وندعو كافة دول العالم إلى التصدي لمثل هذا النهج، ونرحب بحالة الإجماع الدولي المناهض للإعلان الأمريكي والتي تشكلت تلقائيا بعيد الإعلان، وعبرت عنها جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 20 الجاري.
حيث أكدت الدول الأربع عشر الأخرى من أعضاء المجلس باستثناء الولايات المتحدة أن الاستيطان يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي. وتلت مندوبة المملكة المتحدة نيابة عن الدول الأوروبية أعضاء المجلس بيانا واضحا في هذا الصدد، فهذا الإجماع العالمي يجعل من الإعلان الأمريكي مجرد رأي فردي، يكرس مبدأ أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض، يكشف عن خلل قيمي لدى من يتبناه أو يدافع عنه. أخيرا، فإننا نقول أن السياسة الداخلية لأي دولة لا تصنع القانون، والقانون يقول أن الاستيطان مهما طال به الأمد هو غير شرعي وإلى زوال. هذا هو أيضا درس التاريخ، وذلك ما نؤمن به وندافع عنه. وإلى أن يزول هذا الاستيطان البغيض، فإننا نقف جميعا مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وندعمه بشتى الوسائل، ونحمل قضيته إلى العالم أجمع. شكرا سيادة الرئيس.